والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقوتنا محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقوتنا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، أرسله الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره. اللهم أردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا به ربنا يوم القيامة كما آمنا به ولم نضع. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم حتى تدخلنا مدخلا. أحينا ربنا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، لو أن أحدنا سأل نفسه عن نفسه فقال: من أنا؟ ولما وجدت في هذه الدنيا؟ لأن الإنسان إذا عرف حقيقة نفسه أدرك قيمتها وأدرك سر وجوده، وإذا لم يعرف حقيقة نفسه لا يعرف سر وجوده وعاش هائما على وجهه. إن شئت قل فهو وسائر البهائم سواء. ولذلك ربنا يتكلم عن هؤلاء فيقول: أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأنه لم يستعمل حواسه التي أنعم الله بها عليه، لم يعرف هدفه وغايته في هذه الدنيا، إنما عاش ليأكل ويشرب ومات دون أن يصنع له لحياته شيئا. ولذلك يقول بين يدي الله: يا ليتني قدمت لحياتي. ليست هذه هي الحياة، إنما الحياة الحقيقية التي لا فناء بعدها. الحياة الحقيقية هي التي لا فناء بعدها. أما أنت في هذه الدنيا فضيف غريب عابر سبيل، لك مهمة، فإن أحسنت أداءها كانت العاقبة، وإن لم تحسن أداءها كان الجزاء. ولذلك يقول ربنا جل في علاه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ من أنتم؟ أين ما كنتم؟ أفحسبتم أنما فتعالى الله من ملك الحق. الملك اسم من أسماء الله الحسنى التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.
تكلمنا عن لفظ الجلالة الله وما يحمل في طياته من معاني العظمة والجلال، تكلمنا عن اسم الله الرحمن، وتكلمنا عن اسم الله الرحيم. اليوم نعيش مع اسم الله الملك، الملك. وحينما نتكلم عن الملك نتكلم عن الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. أهناك ملك حق وملك غير حق؟ نعم نعم، الملك الحق هو الله وحده لا شريك له، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أما سائر الملوك، سائر البشر، سائر الناس فهم عبيد، هم عبيد. حتى وإن ملك ما ملك، قد يعطيك الله شيئا ما من هذه الدنيا، يعطيك سيارة، يعطيك بيت، يعطيك ولد، يعطيك مال، يعطيك ما يعطيك. عطاء الله لك أنت تزعم أنك تملكه، لكن في الحقيقة أنت لا تملك، أنت أمين عليه، مستخلف فيه. ستموت وترحل عن هذه الدنيا وتتركه، لن تستفيد مما أوتيت شيئا إلا ما قدمت لحياتك، أو يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأبنيت، إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبنيت، إلا ما أكلت فأبنيت، وما لبست فأفنيت. أما ما على ذلك فأنت لا تملك شيئا. قد يوليك منصبا، قد يجعلك حاكما، قد يعطيك إمارة، قد، لكن في النهاية هذا وذاك ليس مالك حقيقة. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتصرف فيه تصرف الملك، لا يستطيع أن يتصرف فيما تحت أيديه تصرف الملك أبدا. ألم تر إلى خليل الرحمن إبراهيم وهو يحاج النمرود، والنمرود ملك، آتاه الله الملك وأقر الله بأنه آتاه من الملك، كما آتى فرعون وكما وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ظن النمرود حينما آتاه الله من الملك شيئا أنه صار الملك، صار الملك. أخذته الغطرسة وأخذه الكبر وتعالى عن الخلق، وظن نفسه أنه إله. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أنت لست ملك، أنت لا تقدر أن تحيي نفسك أو تميتها، المحيي والمميت هو الله، الملك الحق هو الله، أنت لا تملك من
لماذا؟ لأن الملك الحق ألا له الخلق والأمر. الخلق كلهم عبيد والأمر أمر. أما أنت مسكين. قال أنا أحيي وأميت. فلم يدخل خليل الرحمن معه في جدل ما معنى الحياة وما معنى الموت؟ هل تقدر أن تخلق أم تعيد؟ حينما ترك، لأن الإنسان حينما يضل عقله اترك. وليس صح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار بلا دليل. إذا كان النهار ساطع ويأتي إنسان فيقول لك أنا أريد دليل على أن النهار موجود، أريد دليلا على أن الشمس ساطعة، دعه لا تدخل معه. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. دعك من هذه القضية، دعك من قضية الحيوان، لن ندخل معك في الجدل. عندنا قضية الذي خلق الكون منظمة، المالك الحقيقي يأتي بالشمس من المشرق. فهل تستطيع أيها النمرود أن تأتي بها من الغرب؟ هل تستطيع أن تعكس شروقها إلى غروب وغروبها إلى شروق؟ فبهت الذي كفر. أما فرعون فمثال آخر للملوك والحكام وللمتجبرين وللظلمة وللقتلة ولسفكة الدماء وقتلة الأبرياء. مثال يذكره لنا القرآن الكريم لهؤلاء. آتاه الله الملك كما أتى غيره، لكن فرعون حينما نظر حوله قال في نفسه أليس لي ملك مصر؟ فظن أن مصر هي الكون كله، ظن أن مصر هي الخلق كله، وهذه الأنهار تجري من تحته. فأخذ يقتل أبناء شعبه ويستحيي نساءه ويأخذ أمواله ويصنع من التجبر والظلم، حتى قال في نفسه أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. نعم، فأراد الله أن يجعله نكالا وعبرة. خرج موسى بمن آمن معه وعبر البحر، وانقلب البحر الماء إلى يبس فعبر عليه موسى. ثم أراد فرعون أن يعبر خلف موسى ليدركه. قال قوم موسى لموسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي. وإذا كان الله معك الملك الحقيقي معك كل شيء، وإذا فقدت الله فقدت كل شيء. كما قلنا من قبل إن ربك يمهل لكنه لا يمهل. حاشا لله أن يهمل عباده، حاشا لله أن يهمل الظلمة، إنما يمهلهم. أمهل فرعون حتى حينما قال لوزيره ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أرأيت إلى أي حد؟ رأيت إلى أي حد؟ وهذا الفرعون يتكرر في كل عصر
في كل عصر تتكون سنة من سنن الله. ولذلك ربنا حينما هلك فرعون وقال وهو يغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال له ربه اليوم ننجيك ببدنك، سنخرجك سننجيك يا فرعون لكن لتكون لمن بعدك من الفراعين آية، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، في قراءة لتكون لمن خلفك آية، عظة وعظة. إلى يومنا هذا ترى جثته راقدة تمر عليه إذا زرته فتراه راقدا تناديه يا فرعون يا فرعون أين أنت؟ أين جنودك؟ أين سلطانك؟ أين جبروتك؟ لا ينادي عليك، لا يتكلم، لأنه انتهى ملكه. أما ملك الله فلا يحول ولا يزول، لا يحول ولا يزول. نعم، الملك الله جل وعلا وحده هو ملك الملوك، ملك الملوك، لأن الملوك يحتاجون إلى غيرهم. لا يستطيع ملك في الأرض ولا رئيس ولا وزير ولا أمير أن يستغني عمن معه، لا يستطيع ملك أن يستغني عمن هم في مملكته، يحتاج إلى مساعد. وذلك يقول هذا فلان نائب الملك أو نائب الأمير أو نائب الرئيس أو مساعد للشؤون كذا ومساعد للشؤون كذا، والله عنده تيم تحت إمرته يعمل، لا يستطيع أن يعمل بمفرده، ومن يخدمه ومن ومن ومن. لكن ملك الملوك لا يحتاج إلى أحد، هو مصدر كل شيء، رب جل في علاه، الله سبحانه هو مصدر كل شيء، لذلك هو ملك الملوك. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى أحد بملك الملوك، قال ملك الأملاك هو الله، ملك الأملاك، ملك الملوك هو الله جل وعلا. حينما تستحضر اسم الملك وتعيش في رحاله وتدرك معناه تدرك أمورا لا بد أن تعيشها في حياتك. الأمر الأول أننا جميعا عبيدا له وحده وليس لأحد سواه، نحن عبيد لله جل وعلا، وهذا شرف عبوديته لربي، عبوديته لربي شرف، وأي شرف. كفاني فخر بأني عبد يحتفيني بلا مواعيد ربي، هو في قدسيه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحب. أنت عبد لكنك ملك، ملك، ملك لماذا؟ لأنك ملكت أعز شيء، ملكت نفسك، هذا هو الملك الحقيقي. ولذلك في تفسير قول الله رب قد آتيتني من الملك، كلام على لسان نبي الله يوسف، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. قال بعض المفسرين صار عزيز مصر، أليس كذلك؟ يوسف، يوسف الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. رأت امرأة العزيز يوما بعدما صار عزيز مصر
قالت: يا يوسف، تركت معصية الله لله، فأبدلك الله، أبدلك الله من العبودية ملكا. كان عبد صحيح، لأن عزيز مصر اشترى، قال لامرأته حينما اشترى: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وحدث ما حدث ودخل السجن، ومكن الله لك من الأسر فخرجت سيدا. امرأة العزيز تقول له، قالت: وبمعصيتي لله خرجت من القصر بعدما كنت سيدة إلى أني أصبحت أمة عبدة لا قيمة لي في هذه الدنيا. تحكي واقع عن نفسها كيف بمعصيتها حينما قالت له لسيدنا يوسف: هيت نفسك. قال: معاذ الله إنه ربي. أحسن مثواه. تفسير الآخر: رب قد آتيتني من الملك جعلتني ملكا على نفسي، فاستطعت أن أملكها لا تملكني. وهذه الحرية الحقيقية، أن تملك زمام نفسك. هناك من يسيطر عليه هواه ويملكه، هناك من تأسره كوب من القهوة يأسره، كوب من القهوة يأسره، لا يستطيع أن يصنع شيء إلا أن يشرب كوبا من القهوة فيقول لك: اعتدلت الرأس، أصنع ما أشاء. لكن قبل كوب القهوة ولا أنا لا أريد أن أذكر أشياء أخرى، يعني لا تصح. إنما خلينا دعنا في القهوة الحلال. لكن هذه الحلال أحيانا تتحكم في الإنسان حتى لا يستطيع أن يصنع شيئا إذا لم يتناولها. هي حلال، ما أحد استعمل حل من القهوة أبدا. كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من رزقه. لكن هذه الطيبات حينما تتحول الملك وأنت تسير الأسير العبد، هذا شيء آخر. حينما تتحول الشهوات إلى سلطان وزعيم يحركك، حينما تتحرك الدنيا إلى أسير، إلى آسر يأسرك، هنا قال: رب قد آتيتني من الملك. قال بعض المفسرين: يعني جعلتني ملكا على نفسي. فحينما جاءت امرأة العزيز لتقول هيت لك، استطعت أن أملك زمام نفسي. قلت: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ولذلك قالوا مر ملك على رجل صالح فقير لكنه عابد وقنوع، قنوع بما أتاه الله. فقال الملك لهذا القنوع العبد: سلني أعطيك. اسألني عايز ايه؟ أنا جاهز، أنا ابنك، أنت عايز ايه؟ قال: لا أسأل عبد عبدي شيء، إنما أسأل الملك الذي أدين له. قال: أو تراني عبد عبدك؟ انظرها يقول عن الملك بأنه عبد لعبده. قال: كيف؟ قال: ملكني الله نفسي فغلبت الحرص والأمل، وهما عبدان شقيان، وأنت عبد لهما. أنت أيها الملك عبد للحرص والأمل، فأنت عبد لعبدي، فلا أستطيع أن أطلب منك شيء، إنما أطلب من الملك الحقيقي الله سبحانه وتعالى. كثير ما نسمع ونقرأ هكذا عن الصالحين، كان يأتي الملك ولا الأمير ولا يقول له سلمي، يقول له: أسألك إذا جاء ملك الموت ليقبض روحي أن تؤخره. يقول: هذا لا أملك لك. يقول: فلا أسألك، إذا كنت لا تملك هذا كيف أسألك؟ دعني أسأل الذي يملك أمري كله، دعني أسأل
تركت سؤالا. وبني آدم حين يسأل يغضب، حينما تلح على الناس السؤال، لكن ألح على ربي يفرح بك، يفرح بك. فمن مآثر معنى الملك على العبد على نفسه أنك لا يمكن أنك عبد له وحده، فلا شيء يستعبدك سوى الله، لا تنحني الجباه إلا له، ولا تخشع القلوب إلا لذاته، ولا تخاف إلا منه، لأنه وحده بيده أمر حياتك وموتك، سعادتك وشقاءك، رزقك، كل أمرك بيدك، كل أمرك بيدك. جنة في علاه، هذا من متطلبات الملك. جنة في علاه، ما دمت له عبدا وحده سبحانه، ما دمت لله عبد جل وعلا وحده، فهذه العبودية لها متطلبات، هي شرف وفخر ووسام. لذلك لما خاطب الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم خاطبه بهذا الشرف وبهذا اللقب العظيم، سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده، انظر إلى اللفظ بعبده، فهذا لفظ الفخر. للحديث بقية إن شاء الله، كان في أعمالنا بقية، وتوفانا الله، أسأله أن يحسن لي ولكم الختام، وأن يجمعنا وإياكم على حوض النبي العظيم، وأتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون العظيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونسأله الهداية والتوفيق والسداد في كل ما نأتي وفي كل ما نلعب، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الأمر كله، ونشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، أرسله الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتي في الله وإخواني، فصل الشتاء اشتد برضه، وكما نرى ونشعر ونحن الحمد لله في نعمة من رب العباد من ملك الملوك، نسأل الله أن يحفظها لنا وأن يتم علينا نعمة ظاهرة وباطنة. وحينما ينعم الله عليك بنعمة أنت مستخلف فيها، فإن أحسنت القيام عليها زادك منها، وإن أساء الإنسان منا القيام بها انتزعت، يعطيك النعم تارة ليس لنفسك إنما لمن معك، يعطيك النعمة تارة ليس لنفسك وإنما لينظر ماذا تصنع فيه، يعطيك النعمة تارة ليس لنفسك وإنما وفاء وعوضا عما أنفقت في سبيله، وهو لا ينساك جل في علاه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إنما كما جاء في الأثر إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم
ما كانوا في حوائج الناس، كما قال عثمان بن عفان خليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه حينما سئل عن هذا المال الكثير الذي عنده الذي آتاه الله إياه، لما يخصك ربك بهذا؟ كان يقول: إني عودت نفسي عادة وعودني ربي عادة، عودت نفسي أن أنفق في سبيل الله، أن أعطي، وعودني ربي أن يخلف علي ما أنفقت، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما ضاع ما أنفقت في سبيله أبدا، بل هو الباقي، هو الرصيد لك، كما قلت في أول خطبة يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبنيت، وما تصدقت فأبقيت، وما تصدقت فأبقيت. ولذلك لما قالت أمنا السيدة البتول الطاهرة، سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لما سأل الحبيب يوما وقد تصدقت بالشاة ولم تبق إلا ذراع الشاة، لأنها كانت تعلم أن رسول الله يحب من الشاة الذراع، فسألها: يا عائشة، ما بقي لنا يقصد من الشاة؟ قالت: يا رسول الله، ذهبت الشاة، ما بقي إلا الذراع، ذهبت الشاة، ما بقي إلا الذراع، راحت شرحت كلها، تعني أنها تصدقت بها، ما بقي إلا الذراع. فقال لها الحبيب: يا عائشة، لا تكون ذلك. يعلمها ويعلمه، فداه أبي وأمي ونفسه، يعلمها ويعلمه. قال: لا تقولي ذلك، وإنما قولي: بقيت الشاة وما ذهب إلا الذراع. الله، لما بقيت الشاة؟ ليست عندنا. لا، لأنها ادخرت لك في الآخرة فهي باقية، أما ما أكلت أفنيت. قال: لا تقول ذلك، ولكن قولي: بقيت الشاة وما ذهب إلا الذراع، فإن الله يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أقول ذلك لأن إخوة لنا لا يجدون ما يحول بينهم وبين الشتاء وبين البرد وبين المطر وبين الثلج، وكل واحد منا ربما عنده كم من الملاحف وما أدري ما تسمى، وكم من البطاطين وكم من الألحفة، وهناك من لا يجد ما يستر. فأناشدكم الله ألا تنسوا إخوانكم في غزة المحاصرة من قبل الصهاينة وأتباع وأعوان الصهاينة، غزة المحاصرة من قبل الصهاينة وأتباع وأعوان الصهاينة. لا تنسوا أهلكم في غزة، لا تنسوا أهلكم في بلاد الشام، لا تنسوا أهلكم في كثير من بقاع الأرض الذين يتضررون اليوم ولا يجدون أحد من المسلمين. لماذا؟ لأنهم في شغل آخر، في شغل آخر. أسأل الله عز وجل أن يمن على إخواننا في كل مكان بالنصر والتمكين. اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان من أرضك وبحرك وجوك يا أكرم الأكرمين. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان من أرضك وبحرك وجوك يا أكرم الأكرمين. اللهم وحد صفوفهم وألف بين قلوبهم. اللهم عليك بالظلمة والظالمين، اللهم عليك بالطغاة المتجبرين،
اللهم عليك بقتلة الأبرياء وسفكة الدماء، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم، شتت شملهم وفرق جمعهم وأزل عروشهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.